Mini studio. هلو، حلقة جديدة لميني ستوديو. رح نحكيكم اليوم عن البحار. البحر كتير كبير وكتار منكم راحوا قبل على البحر لأنه لبنان بلدنا على شط البحر الأبيض المتوسط أو لميديتيراني. شو رأيكم إذا بنحكي أكتر عن البحار الكتير الموجودة على الكرة الأرضية وهيك بتتعلموا شوي بميني ستوديو بترجعوا بتشوفوا لحالكم بالكتب؟ مشان هيك أنا جبت لكم كتاب اسمه ليماجري دو لا مير. ليماجري دو لا مير هو كتاب بيحكينا عن كل شيء بيختص بالبحار وبالمحيطات كمان. رح نشوف شوي هون صور عن حيوانات يلي عايشة كمان تحت البحر. عنا هيدا بهالصفحة عم بيحكونا عن لاميغ مورت، بالعربي اسمه البحر الميت. ليه قولكن اسمه البحر الميت؟ أكيد مش ميت، بس يلي ميت هو الحياة بقلبه. ليش؟ لأنه هالبحر قد ما فيه ملح ما فيه ولا سمكة بتقدر تعيش بقلبه. ومثل ما نكون شايفين هون على البحر الميت فينا نفوش بطريقة هينة كتير بدون ما نسبح أبداً، ما بنغرق لأنه فيه كتير ملح. لا ما يغوج بحر الأحمر، لا مير كاسبيان، لا مير دو نور. فإذن بهالكتاب نتعرف على كل البحار الموجودة، ليزانيمو دو لا مير، كل الحيوانات يلي بتكون عايشة تحت الماء، والنبات أكيد كمان لأنه في حياة كتيرة تحت الماء، أنواع الأسماك والحيوانات البحرية الموجودة. منشوف كيف مكون السمكة ومنفهم أكتر وأكتر هالشي، كيف تتنفس. فإذن كتاب حلو كتير، أنا بنصحه لكل أصحابنا اللي عمرهم 6 سنين وأكتر. زيلي فان دو لا مير، ليماجري دو لا مير، إديسيون فلوريس. هيدا كتاب أنا بحبه ورح حطه بمكتبتي أكيد وبنصحكم فيه كمان. أما هلا رح نبلش حلقتنا. في عنا لعب، في عنا مسابقات، في عنا أغاني، وفي عنا أكيد رادو. وشوفوني رح يخبرنا أخبار. تعالوا نحضر هالحلقة. أهلا وسهلا بمارفين كوردباوي، رح يعزفنا هلا على الأورك. شقير بيصير عمره 10 سنين، كلها بدنا نقلها هابي بيرثدي. شو هالزعني بقى
مبروك لألكن. الهدية هي ساعة حلوة كتير تقدم كتير روجيه. أكبر بدي أصير حكيم. لا بدي أكون فريق من استوديو. لا حكيم لألبس السماعة اللي بحبها. بدي يكون عندي طيارة لأبرم العالم وعمر بيت مع جنينة كتير كبيرة. بدي أجمع مصاري لساعد كل الناس. لهيك عم حط مصاري بالإجرة كل يوم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. اسألوا عن خدمات المخصصة لأولادكم بالبالف. أنا اسمي رودي شديد، عمري 11 سنة، وده سير كبير بدي أعمل مهندس. أنا اسمي جون بيير حكيم، عمري 11 سنة، بدي أكبر أصير طبيب. أكيد كلكم ناطرين 1 minute at بألاف يلي منلعبها كل نهار سبت بطريقة سبيسيال. لعبة صرتوا كلكم تعرفوها، رح أسأل أنا أسئلة ونشوف المعلومات العامة عند الأمس كلوب ممبرز قديش قوية. أول سؤال بيقول لما منقول أنا انترنت، هاي كلمة بالفرنسي شو منكون قصدين فيها؟ هل قصدين لاعب الفوتبول أو رائد الفضاء أو اللي بيستعمل انترنت؟ اللي بيستعمل انترنت. أكد؟ أكيد مزبوط. تاني سؤال بيقول شو بيعني الكرتون الأصفر بلعبة الفوتبول؟ أول إنذار. أول إنذار مزبوط. لكن صار في علامة لرودي وعلامة لجان بيير، بس اللعبة بعدها بأولها، يعني كل شيء ممكن يتغير. السؤال بيقول صح أم غلط، الصيف بيجي دغري من بعد الخريف، صح أم غلط؟ خطأ. مزبوط. لكن تاني علامة أو تالت علامة عم تروح لإلك جان بيير. ركز منيح رودي. السؤال هلا مات، ساطرين بالمات؟ مين أشطر؟ أنا. رح نشوف. 154 + 189 قد بيعطونا؟ يعني 154 + 189 قد بيعطوا؟ إذا ما عرفتوا بعطي احتمالات. بعطيكم احتمالات؟ جريت. أول احتمال هو 342 343 344 342 342 343 344. مين معقول يكون عطى جواب الصحيح؟ جواب الصحيح هو 343. انت اللي اخذت العلامة. بعد في سؤال واحد ومنشوف مين رح يربح. كم علامة صار معك؟ ثلاثة. وكم علامة صار معك؟ واحدة. واخر سؤال بيقول للومبريك، هيدا هو السؤال، للومبريك هو شو؟ دود أو فير دو تير، نوع من البسينات أو نوع من البقر؟ فير دو تير. أكيد للومبريك هو فير دو تير مزبوط؟ جواب صحيح. بس بما أنه جان بيير معه ثلاث علامات ورودي معه علامتين، جان بيير هو اللي ربحان معنا اليوم ب 1 minute at بألف. بدنا نقول له كلنا سوا برافو، واكيد رح نشوف كلنا سوا شو هديته. بس بدي اذكركم اذا حابين تلعبوا 1 minute at بألف يلي بنلعبها خلال هيدي الجمعه كلها مش بسبيسيال ويك اند اللي هي هون على الايباد، فيكم تفوتوا على youthpackage.com. اما اذا حابين تجوا لهون على بيج بانك ليبانو فرانسيز ميني ستوديو تاب بتسجلوا كل اساميكم ونحن اكيد ناطرينكم كلكم. هلا كلنا سوا انا والامس كلوب ممبرز اللي هون رح نشوف شو ربح معنا جان بيير لليوم ونقول له مبروك. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان $100. مبروك. وتأكبر بدي أصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. Yeah.
بيقروا. ترى تنعمل شوية شردي بهالكتب نشوف البعض صالح ولا من فينا نعطيه. إيه رادون وينه؟ آه صحيح رح على البحر اليوم، سمحت له يروح يتسلى مع أصحابه بس تأخر. طب ما معقولة من شوي التقيت بدومينيك وبإلي وبكل الأصحاب رجعوا من البحر، مدري شو عامل، بيكون هلا مرق عند إيديول أو عم بيتشيطن شي محل. هيدا رادون شو بدي أعمل؟ مرحبا مرحبا رادون، رادون على طول بسيرة رادون، شوفوني رادون أهلا وسهلا فيك. بس شو بك؟ لشو حاطط هيدا على عيونك؟ كيف قدر تقشع؟ أخ أخ لحظة لحظة، هلا بتتفركش؟ أخ أخ يا شوفوني أنا موجوع. رادون شو 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 صاير معك على أساس رحت على البحر؟ صحيح عيوني يا شوفوني. عيونك؟ أي إيه. شو بهم؟ عيوني عم بيحرقوني كتير كتير كتير. الهيئة شكيت وسبحت تحت المي وفتحت عيونك هالقد؟ عطول عطول أنا وعم بسبح تفتح عيونك. طب يا رادون كم مرة قلت لك إنه المي البحر كتير مالحة؟ صح معك، وانت عينيك كتير حساسين لانه انت رادون غير شكل. طب دخلك؟ ليه ما حطيت ماسك عيونك؟ حطيت ماسك يا شوفوني، مين قال لك ما حطيت ماسك؟ طب مش معقول يصير فيك هيك؟ اي لك حطيت ماسك يا شوفوني بس غطست كتير تحت المي. ايه؟ وفاش الماسك لفوق وانا بقيت تحت. طب مش معقول هيدا بيهدي منيح؟ شو حطيت ماسك شو؟ ماسك البربرة يا شوفوني، ماسك شو بدي احط عيوني؟ ماسك البربارة؟ ايه هذا ماسك البربارة حطيت عيوني. طب وما تقش؟ تقش وما عبالك تخزع وطلع لفوق. يا ردو معقول تحط ماسك البربارة على عيونك؟ شو عم تضحك علي شوفوني انت؟ وين عقلك؟ وين عقلك؟ طب ما عندي ماسك، معقول يروح على البحر بلا ماسك؟ كلهم اخذين ماسكات على عيونهم الا انا؟ ما هن بيكونوا قالوا لك جيب ماسك، ما انا حاطه ماسك بالتدخيتي هذا الماسك تبع البحر. طب ليه ما بتقولي لي يا شوفوني؟ بتعرفين انه انا على طول بضل مهايبر قبل ما فل يعني، ما قالي لي خذ الماسك، قالوا لي ماسك. طب ليه انا شفتك وقت رحت؟ قلت لي فيني روح، قلت لك اوكي فيك تروح وما تنسى الماسك، انا بعرف رح تروح تجيب ماسك البربارة تحطه على وجهك. صحيح انك بلا عقل. لك شوفوني ليه عم تحكي لي هيك؟ والمشكلة كبيرة هلا انا وجاي مرقت شوي لعند ايديو. ايه وقلت له مشكلة عيوني انه محمرين كثير وعم بيحرقوني. ايه وشو صار؟ اما خواجة ايديول حط لي سبيرتو عيوني وصار يحرقوني بزيادة. معقول؟ اي يا ردوع بدي اضحك عليك وعلى ايديول وشفقان عليك انه معقول حدا بحط سبيرتو بالعيون؟ شفت هذا ايديول، هذا خواجة ايديول هو اخباره. ايديول بلا راس وانت هيئتك بلا عقل اكثر منه، معقول تقبل؟ يا رادون كنت ناوي اخدك اشتري لك تيب جديد نعمل شوبينج بس هيئتك مش قادر تقشع ما شايف قدامك. تعرف شو؟ شو يا روح هلا غسل بمي مسقعة منيح منيح عيونك. اوكي 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 تيروح شوي هالالتهاب. اوكي وانتبه ما تتفركش ان شاء الله. اوكي وانا هلا تغير المشروع شو بدي اعمل؟ بس انا ما رح اتركك هيك، انا بحبك رادون. ايه مع انه انت اوقات بتعمل ما تضحك علي اذا عملت غلط يعني شيء ما لازم ينعمل. بدي روح هلا بدي روح دغري عند الصيدلي على الفرماشية جيب لك شيء قطره لانه شغلت لي بالي. مش معقول انفيكو ديبيتيز شو هيدا؟ اخ يا عيوني معقول يا ايديول انت واخبارك؟ معقول يا ايديول هي اي سنه درسها بالطب انت انه حدا بيعمل هيك بعيونه؟ صار وقت فقرة بيك اس انجلي، كل يلي ما بيعرف شو بنعمل بهيدي الفقرة مننقي رسالة انتو بعتينا اياها منقراها واكيد الغنية يلي طالبينها منسمعها كلنا سوا. اليوم رح نقي هلا رسالة ونشوف مين معقول يكون صاحب الرسالة وشو الغنية يلي طالبها. أنتوان أبي راشد، أنتوان عمره 11 سنة بيقول إنه بيحضرنا كل يوم بيحبنا كتير وبيحب كتير يجي على ميني ستوديو وحابب يسمع غنية أجادو. أكيد أنتوان رح نحط هلا غنية أجادو ورح نسمعها كلنا سوا وأكيد رح نشوف قبل شو هديتك. بس بدي أذكركم إذا حابين أنتو كمان تسمعوا حيا الغنية بعتولنا كل الأغاني اللي حابين تسمعون على فيسبوك بيج ميني ستوديو يلي عم تقطع هلا قدامكم ونحن بنقرأ الرسالة مثل ما قرينا رسالة أنتوان بنسمع الغنية وأكيد بتربحوا كادو كتير حلو رح نشوفه هلا كلنا سوا. مبروك ربحتوا معنا بطاقة تقدروا تقصوا شعركن عند بيكسلز هير سالون. Every night, sing with a hula melody.
طلع شوي على صور على الانترنت عن البحر الأحمر. البحر الأحمر ليش بسموه أحمر؟ ميته حمراء أقولكم؟ أكيد لا، المي هي مي وهي شفافة، بس شو في بقلب البحر؟ هيدا اللي ببين. وسموا البحر الأحمر لأنه في بعض مناطق بالعالم وين بهيدا البحر في ألج أو أعشاب لونها محمرة، وهالشي بيعطي لون أحمر شوي على المي. تعالوا نشوف سوا كيف البحر حلو كتير وكيف بقلبه في آلاف كائنات الحية العايشة يلي فينا نشوفها كمان إذا رحنا نسبح بهالبحر وغطسنا تحت الماء وكان معنا أكيد ماسك. هون منشوف شوي كيف الماء محمرة. بمصر كمان فينا نروح نسبح بالبحر الأحمر ناكل الألوان الحلوة. فإذن البحر الأحمر هو مشهور بالحياة اللي بقلبه والألوان الحلوة كتير يلي منشوفها، وكمان في نوع من الرياضة هو البلونجي يعني الغطس. إذا تعلمناه أول ما نكبر شوي بصير فينا نكتشف هالبحار الحلوة اللي عم نحكي عنها بحلقتنا اليوم. أما هلأ صار وقت نفتح صندوق بريد ميني.